مطلبنا مادي بالأساس، ولا نستنكر ذلك، ولا ما نحشمش منها. لا تزال الأزمة المتصلة بالتعليم في تونس متواصلة في ظل عدم تواصل المفاوضات بين الأطراف النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التربية إلى اتفاق ينتهي على أساسه حجب الأعداد الذي اتخذته النقابات شكلاً من أشكال الاحتجاج على عدم تحقيق مطالبها. بداية سنة دراسية ما كانتش طبيعية، كانت بمقاطعة معناها كبيرة برشا للتدريس من طرف ضحايا التشغيل الهش، نسميهم احنا في تونس ضحايا التشغيل الهش اللي هم الأعوان الوقتيين المتقاعدين النواب، تقريبا على امتداد أكثر من شهرين مقاطعة معناها كبيرة برشا للدروس، تمخض عليها اتفاق في 16 نوفمبر ورجعوا للتدريس. نهاية سنة دراسية زي كيف كيف حبتها سلطة الإشراف وزارة التربية باش تكون غير طبيعية وغير عادية، باعتبار أن حتى الشهر هذا اللي هو آخر شهر ماي وداخلين معناها قريبا جدا في امتحانات تبدا نهار 3 جوان، ولم نجد الى اليوم ارضية تفاهم مع وزارة الاشراف. هي تلاحظ وترى وتستنتج ولكنها لا تحرك ساكنا. تعرف كل شيء، هما حتى سلطة الاشراف عندهم ابناء ويعرفوا كل شيء، ويعرفوا المربي الشقاسي، ويعرفوا المربي اللي يتنقل في الارياف، ويعرفوا المربي اللي يقري في مدرسه ما فيهاش حتى الوسائل الاساسيه باش يعلم، وفي بنيه تحتيه يعني رثة، يعني هذا الكل نحكي فيه، يعني وسائل تربويه غير موجوده. الولي يقول ما يشاء ونحن نقول ما نشاء، حاجبون عازمون ثابتون ولن نتراجع. وأمام رفض وزارة التربية تنفيذ مطالب المعلمين وتمسك النقابة بحقها في الاحتجاج، يعبر الأولياء عن غضبهم ورفضهم للوضع الحالي. أزمة حجب الأعداد هذه أثرت فينا، وأثرت فينا برشا زيدا. نبدأ مثلا الصغار ما عادش يمشيوا هكا فرحانين وإلا هكا سيريو، بيزون احنا نقولوا هكا سيريو، يمشيوا سيريو باش يقراوا. حاجة أخرى، النتائج متاع البيلتان ما تجيناش، خاطر احنا ماذا بينا الرماء هيك الملحوظة متاع الملاحظة متاع الأستاذ نعرفوها. صغارنا حطب معركة متاع المعركة اللي قيسة تصير ما بين الاتحاد والجامعة. التلاميذ هم ضحايا اليوم هالارتهان، هم هما الورقة المستعملة باش نضغطوا فيها على سلطة الإشراف، هي البلاصة اللي توجع، احنا نقولوا في لغتنا البلاصة اللي توجع، معناتها هما ينزلوا على الشيء اللي يأثر ويخلي ربما يسرع بالقرارات. مع الأسف هالشيء هذايا ماهوش جديد، راهو منذ سنوات نفس السيناريوهات تتعاود، في كل مرة يتم ارتهان التلميذ. مش تلميذ فقط ضحية، راهو اليوم المعلم ضحية، راهو المعلم ضحية الخيارات الاقتصادية والسياسية اللي ماشى فيها الدولة هذه. اليوم المعلم راهو ضحية 10 سنوات معناها عجاف، معناها عملوا فيها معناها أساسة كيما حبوا هما. دونك الخيارات هذه وصلتنا للوضع هذا، هكا علاش اليوم المعلم قدام حياته وقدام لقمة العيش متاعه ما هوش مستعد باش يقدم حتى التنازل. شهر واحد يفصل بين طلاب في تونس عن انتهاء السنة الدراسية، في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة بين نقابة التعليم ووزارة التربية التي تغيب وزيرها البارحة عن اجتماع مفصلي لحل الأزمة، فهل يمكن أن تحمل الأيام القليلة القادمة في طيتها حلاً ينقذ ما تبقى من السنة الدراسية الحالية؟